رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وأجمل ما نبتدي فقراتنا اليوم هو نتكلم عن بطلة من أبطال الكويت تطوعت عشان تساعد مرضى السرطان وخصوصا الأطفال منهم، وكانت فعلا نموذج يحتذى به. وإذا بينا بنتكلم عن قدوة لبنات هذا الجيل فهي فعلا قدوة. ضيفتنا أصيبت بمرض السرطان لكن بقوة إرادتها قدرت أن هي تقهر هذا المرض. راح نتعرف معاكم على معلومات وتفاصيل أكثر من خلال حديثنا مع ضيفتنا شيماء العيدي، واللي هي تعتبر أول امرأة عربية تحصل على اعتماد عالمي من الصحة العالمية للتبرع بالخلايا الجذعية. حياك الله شيماء. الله يحييك يا ابني، نورتينا. وانا مثل ما قلت لك قبل لا نبلش هذا اللقاء، انا فعلا محظوظه لان انا كنت اتمنى هذا اللقاء من قبل. النور نورت والله، ما قصرتي حبيبتي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شيماء، في البدايه انا يعني قبل لا نتكلم عن تجربتك مع هذا المرض واللي هو فعلا يعتبر مرض صعب، لكن انت بلشتي في الاعمال التطوعيه. نعم. كلمينا عن دخولك لهذا المجال. في البداية مساكم الله بالخير جميعا، مشكورين على الاستضافة الحلوة. تطوعت الحمد لله من قبل 10 سنين بطرق بسيطة شخصية. حبيت الموضوع أنه يكون شخصي لحبي للأطفال للأمانة. فبعدين صقلتها في الدراسة، عقب ما تخرجت تطوعت لأطفال توحد وذوي الاحتياجات الخاصة، شلون أدرسهم اللغة الإنجليزية بحكم دراستي، وأخليهم ينخلطون مع العالم الخارجي بطريقة طبيعية. والحمد لله التحقت بأكثر من دورة، بعدين قدمت على مسابقة كانت سارة في الإمارات العربية المتحدة، وأخذت المركز الأول على 56 دولة ما شاء الله في الدراسة الحمد لله. وحولنا منها شلون نشيل مسمى ذوي احتياجات خاصة إلى ذوي ابتهاجات خاصة، ما شاء الله، والحمد لله نجح. بعدها بديت يعني بدأ موضوعي شوية يتفرع للأوسع. بعد ما ردت الكويت حاولنا أن نسقل الموهبة هذه ونضيفها حق مجالات علمية، أصبت بالمرض. الحمد لله هو كانت بدايتها يعني أكيد شيء صعب، بس أنا استخدمتها بطريقة ثانية. حولت الموضوع من احتياجات خاصة لابتهاجات خاصة إلى مرضى أطفال السرطان. شلون نحولهم من أشخاص مرضى سرطان، مرض داء العصر يسمونه، إلى أطفال طبيعيين يعيشون الحياة طبيعية بطريقة صحية طبية. نعم. فمن هناك بدأ يعني. إيش كثر ساعدك هذا الموضوع، انخراطك في العمل التطوعي؟ ويعني دائما ما نشوف الأشخاص اللي في هذا المجال تكون روحهم حلوة، مقبلين على العطاء، يعطون العطاء ويستقبلونه. يعني لما يعني العمل التطوعي دائما ما يبعث البهجة والفرحة والسرور لأي شخص يعمل فيه. إيش كثر هذا المجال ساعدك لتغلبك على مثلا مرحلة صعبة من مراحل المرض؟ اوكي بالضبط، هو ساعدني نقدر نقول 200%، لان في البدايه الدراسه هي كانت دراستي للاطفال، اطفال طبيعيين. عقب ثاني سنه تخصصت حق اطفال نفس ما قلت لك احتياجات الخاصه. نعم. فهذا ساعدني وايد. احنا كان تخصصي في البدايه شلون التخصص الشخصي اللي انا دخلت فيه بعد البكالوريوس، شلون انا اخلي الام والابو يتقبلون ان ولدهم عنده مشكله، يعني هي ما نقول صحية في البداية، إن عنده مشكلة في الإدراك إنه يستوعب أو ما يستوعب، وشلون دخله في الحياة طبيعية يكون طفل طبيعي. لما دخلت في موضوع مرضى السرطان، الأم والأبو محتاجين إنهم يتثقفون، صح، عشان ما يخشون على الطفل إن نقص عليه نقول إن شعرك قاعد يطيح لأن أنت فيك مرض جلدي. لا، الحين إحنا أطفالنا كل واحد بإيده الآيباد ولا الهواتف، سو إنه يشوف، يقدر يشوف كل شيء وهو قاعد بمكانه، صح، كبسة زر. لا، احنا نخاطب عقل الطفل. فدراستي ساعدتني وايد وايد ان احنا ندخل الام والابو فيها في زاويه محدده، الطفل عنده مشكله صحيه لازم تحاورينه فيها بطريقه ايجابيه. نعم. بابتسامه احنا نقدر نطلعه من جو الى جو اخر. ممكن يصير شخص محبوب بالعكس، يعني ان شلون انت قوي، انت مو طفل طبيعي، انت تعبان لكن صرت اقوى من الطبيعي. انت مو طبيعي مو لانك مريض، لا، لانك اقوى من الطفل الطبيعي. نعم. بقوتك انت واجهت علاج المرض هذا بقوه. انت اوكي ما عندك القدره، ما عندك شعر، ما عندك القدره انك انت تكشف راسك او يشوفونه، لا انا عندي القدره واقدر اطلع. فمنها كانت دراستي وايد ساعدتني بشكل فظيع، بعدين تجربة الشخصية،
الجزء الأخير كان هو اللي وايد مهم، الأهل. لما أنا أكسر ولدي أو بنتي وأنا منكسرة، مستحيل أنا راح أقدر أساعده. صح. فلما أصير أنا أقدر، هو راح يقدر. فأنا بدأت يستمد القوة من أولياء الأمور يعني. من بعدها لما كنت أقول حق نفسي أنا أقدر، أختي دانا سويت الحملة الأولى اللي هي تحمل عنوان أنا أقدر. خليت الناس كلها تقول كلنا نقدر، مو بس مرضى السرطان، لا إحنا الكبار ولا الأطفال، حتى الأشخاص الطبيعيين كلنا محتاجين نقدر. صح. ممكن يكون مرض السرطان هد الجسم، لكن في أشياء تهد القلب، تهد العقل. صح. تفكير، مشاكل اجتماعية، يعني دائما في الحياة عندنا أمور وايد ممكن تهدمنا. لو كلنا قلنا أنا أقدر حق نفسنا، راح تقدرين. صح. فمنا يعني الدراسة صدق ساعدت، لكن دائما المحاورات الشخصية تفيدك أكثر، يعني خبرة من الدراسة دائما. هذا بالنسبة إذا جينا بنتكلم شلون التعامل مع الطفل صاحب المرض أو حامل المرض. طبعاً. لكن أنت شيماء بشكل شخصي، يعني أول ما تلقيتي خبر أن أنت مصابة بهذا المرض، شلون تلقيتي وش كثر كان صعب بالنسبة لك؟ للأمانة تلقيته بروحي، لأنه كان عصر دقوا علي المستشفى قالوا تعالي. هو للأمانة هم كانوا شاكين وحسسوني، يعني الحمد لله، يعني بحكم دراستي انا افهم مفردات، يعني اوكي هو تخصصي انجلش. نعم. بس المفردات الطبيه شوي صعبه. في انسانه من العائله قريبه علي جدا هي تدرس طب، ومحاوراتنا دائما تكون يعني اونلاين، يعني دائما مع بعض من قربنا لبعض. أيه. فاسمع كنت منها مفردات القطها طبيه، فكنت حاسه بس انا مو متاكده للامانه. اجذب عليك اذا قلت لك انا ما كنت خايفه، كنت خايفه بس كان عندي امل انه لا مو صدق. فلما الدكتور قال لي بروحي، جت لي حالة غريبة. كنت يعني إن طلعت برا مسكت التليفون، كنت قاعد أقول يعني قاعد أرد ورا بعض. هو الوالدة كانت ببالي، بس اللي كان قدامي أقول قاعد أقول له أبي خواتي ورا بعض، يعني كنت علقت على الكلمة. طلعت اتصلت بوحدة من خواتي، قلت لها تعالي الحين، وقلت لها الموضوع بدون مقدمات، قلت لها تعالي الحين أنا في مستشفى مكي جمعة، وقلت لها الخبر. فهي طبعا ما صدقت كذي. لما سكرت طحت على الأرض، يعني إن أنا معقولة أنا هني، أنا بمكي جمعة، أنا اللي فيني حطيت نفسي بمكان الأطفال اللي قبل كنت أروح لهم وأودي هدايا. كنت تشوفينهم أصلاً؟ كنت أشوفهم أقعد معاهم وكل شيء، وأتخيل يعني شلون إذا طاح الشعر، يعني دائماً هذه النقطة كانت وايد تأزمني حق الأطفال. فيات يعني يا وإخواني مع بعض، هي يات أول شيء أختي اللي كنت داقي عليها، بعدين يا وإخواني مع وراها، وتلقينا مع بعض. المشكلة مو هني، المشكلة شلون نقلنا الخبر حق الوالدة. هذا أصعب من أنا قريت يعني صراحة. يعني ما نقدر نكذب، الدكاترة قالوا إن رحلة العلاج راح تاخذ سنتين وفوق، شلون نقص عليها؟ ما نقدر. والوالدة يعني الله يحفظها، يعني اسم الله عليها، يعني أوكي كبيرة بالعمر بس تستوعب، يعني تدري إن في أمراض وكذي ما يصير. فحاولت بقدر المستطاع أن أقولها بابتسامة، فقالت ما هي اتصلت ايش وسهلت انا بالتليفون مو فيس تو فيس. اوكي. فاتصلت فيني قالت هلا يما، رحتي اخذتي النتيجه؟ قلت لها اي حبيبتي. كانت تقولها ماكو شيء صح؟ قلت لها يعني. كانت تقول لا تقولين. سكت، اعطيتها حقها. كانت حاسه؟ بالضبط. فقالت لا تقولين. قلت لها قولي الحمد لله، الله يحبك انه قاعد يختبر صبرك. فيني باخوي لانه كان يتلقى علاج بعد في امريكا، انت كانت مشكله صحيه الله يحفظه. فتدرين صدمتين بوقت واحد حق الام. قلت لها بالضبط. فلما تين لها ان الله يحبك، قاعد يختبر صبرك، على الاقل احنا قدام عينك، يعني ما أكيد. ما رحنا، والامل بالله موجود وانا موجوده، وتاكدي انه يعني انا عندي امل مثل ما انا قاعده اسولف معك تسولفين معي راح ارجع لك. فحاولت يعني قدر المستطاع تخطيتها شكليا، لكن داخلي لا، كنت وايد خايفه. وكان كل ما يجي احد من اخواني كنت ابكي عنده، يعني كل واحد فيهم، يعني كل واحد اعطيته جزء، لان انا الجعده. فكل واحد منهم اعطيته جزء. يعني بعدين يوم خلاص انا واجهت اني لازم اسافر، حطيت نقطه. يا انا يا هو، بس هم بيني وبين نفسي سافرت، كنت قاعده كل يوم صدمه، لان كل يوم يتجدد. خلصت من العمليه على اساس انه خلاص، لا يتجدد كل يوم، يتجدد كل يوم شيء جديد. فمع تجدد المرض كل ما ياله ويعني ياخذ حيز من جسمي، كل ما انا اقوى. قام صار فيني إنه لما يقولون خبر أحس إن أنا كني سمعتها من قبل، كني أدري عنها من قبل، وأدري إنه بيقولونه، ما هي نفسي كنا شيء قاريته. بعدين قمت أبتسم، فصرت صاحبة أجمل ابتسامة بالمستشفى.
فعلا انا هذا الشيء قلت لك اياه، انت فعلا حبيبتي صاحبه ابتسامه جدا يا جميله حبيبتي الله وفيها يحفظك. امل، الحمد فيها لله. امل. هذا الامل اللي فيك وهذه القوه اللي فيك، يعني هي من ايام اتوقع العمل التطوعي صح بنيتيها، انت صح بنيتي الاساس بالضبط. لكنه زاد مع الوقت. العامل النفسي ايش كثر مهم ان صاحب المرض يكون نفسيته مرتاحه؟ هو بالبدايه العامل النفسي منك انت، من الشخص نفسه، المريض نفسه يعطي نفسه ايحاء ان انا قادر وراح اواجه. هو المشكله مو في السرطان، المشكله في علاج السرطان. انا شايفه من تجربتي الشخصيه والاطفال قبلي. ليش قبلي؟ لان الطفل يعني الجسم الضعيف صغير شلون يتحمل علاج الكيميائي صح والاشعاعي؟ حارقي نفس الحروق، نفس الالام بالضبط. انا شلون اقدر عليه؟ راح يقدرون اللي حواليني، اللي حوالينا لازم يستوعبون ان مريض السرطان مو السرطان اللي غير نفسيته، لا العلاج الكيميائي. في هذه الفتره احنا محتاجين كمرضى مو عنايه شخصيه نفسيه انه حرام او يكسر الخاطر، لا احنا بيتعاملوا معنا طبيعي، بس تقدرون لما احنا فجاه نطلع عن الطور الطبيعي. يعني ترى انا عادي فجاه ابكي، عادي فجاه اصرخ، عادي فجاه ادخل الغرفه ابي اتغطى. تكون المشاعر دائما مختلطة؟ دائما الهرمونات ضاربة 24 على 24. انا بهاللحظة زينة طبيعية قاعد اسولف معك، بس هو مو بلحظات لازم يتقبلون الوضع، يعني ان ما نبي ينسون هالشيء، دائما يخلونه ببالهم دائما ان احنا وضعنا النفسي سيء للغاية. صحيح. مو بيدنا هذا الشيء، هذا شيء يعني شيء داخل بجسمنا وقاعد يمشي مع مجرى الدم. انا اقدر على نفسي لما هي نفسي حق المرض، حق علاجه، خلصنا المرض، درينا، دريت ان انا مريضه، انزين وبعدين بقعد او انطر؟ لا، اروح حق العلاج. صدق ان العلاج الكيميائي فعلا شيء وايد صعب، ما حد يتخيله الا احنا. لكن النفسيه تغيره لما احنا نغير من نفسنا. مهما شافونا بنظرات نكسر الخاطر او نعور القلب، لما انا اشوف نفسي اقول لا والله انا قادره. اقدر عليه. مثل يعني نفس ما انا قدرت اقوم اوقف وهو فيني. يعني الحين هم حاطين، انا يعني بالامانه فشل ان الدكتور انه يحطه في الايد، حطه على طريق وريد القلب. شريان القلب عفوا. فكنت اتمشى فيه قبل يعطوني الاقوى، كنت اتمشى فيه واقول دام انا قاعده امشي عري ولي مو بالويل شير معناته ان انا اقدر، فانا لازم اهيئ نفسي حقه. بعدين العائله تتهيأ. هي العائله لازم تقرا، ما نقول يدخلون جوجل، لا تقرا بطريقه صحيحه سليمه، لان في اشياء وايد مغلوطه في جوجل. تقرا شلون تتعامل معنا وتكلمنا، ما نبي لا، لا تاكلين كذي، لا تسوين كذي. هو مو قله فيهم، احنا ندري انه هو خوف، بس لا هذه تدمرنا، بس هم بدون ما يحسون. لا تاكلين، احنا ندري ان الدكاتره قاعد تعطينا منيو بالاكل. كافي ان احنا محرومين من امور وايد، يعني احنا انحرمنا نبلع ريجنا، احنا انحرمنا نشم عطر، واقع. احنا انحرمنا ان احنا نمسك اشياء، لان الكيماوي بالبدايه ترى يعور الاظافر لما يطيحها. الام كنا احد قاعد يشلعها يعني. فاحنا انحرمنا نلبس عزك الله الجوت اللي بخاطرنا، او نلبس اشياء يعني بخاطرنا ما نقدر. انا وايد ملابس انحرمت البسها، يعني تدري احنا نحب يعني نلبس ونكشح. ففي امور احنا انحرمنا منها مو عارفينها، غير الامور النسائيه. اكيد في دكاتره تتابع، فاهمه قصدي يعني. فاحنا انحرمنا من وايد امور، يعني الانثيات شوفوا هذا الجانب بس بنظره واعيه، مو نكسر الخاطر. هني راح تحسين ان انت انسانه طبيعيه بس تعانين من مرض عادي. راح تعدينا مع اهلك، بعدين مع المجتمع اللي اوسع. واجهنا وايد مصاعب، شخصيا انا خافوا مني ناس، خافوا من شكلي، فانا تفاجأت وكانت صدمه لي، لان كان يوم عيد ميلادي واهلي كانوا جايين لي في بريطانيا عشان يطلعوني بهاليوم. اخترعت مني بنت من شكلي، يعني لان كان داير ما يدور عيني الاسود اللي يحرق. لان من مكونات العلاج الكيميائي يعني انه يحرق. فياثر على البشره، ياثر على كل شيء، غير انه فاقده، انه ما في الوجه، ما في ملامح، يعني انه حواجب والرموش شي طايحه ما يخالف. احنا ما فينا حيل ان احنا نحط، ما فينا حيل. فهذه اللي كذي نبي الناس تتثقف نفسيا، تثقفوا نفسيا، احنا ما قلنا فكريا ولا روحوا درسوا طب ولا لا لا، تثقفوا يعني نفسيا، ان لا تجرحون الناس بنظره او بكلمه او برده فعل. اي يعني تعاملوا معاهم عادي. الحين لما يشوفون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، يا انه يوخرون عيالهم عنه يخافون منه صح، او انه يعور القلب،
لا تشوفونه يعور القلب، ترى احنا معرضين كلنا حق هالشيء، ممكن يعني واحد يزلق ويفقد القدره على الحركه. صحيح. فلا تشوفنا لا بازدراء ولا انه يكسر الخاطر، عاملوه عادي. خلونا نعيش عاديين معاكم، احنا ناس ترى طبيعيين. بالعكس انا شايف ان احنا قاعدين ننجز افضل من شخص طبيعي، لان اللي يتحمل العلاج الكيميائي والاشعاعي ممكن يتحمل اي شيء بالدنيا. صحيح. جد انه وايد قوي يعني، وايد يعني شيء ما بالبدايه لما قلت انت بطله، فعلا كل من يحمل هذا المرض هو بطل من ابطال هذا المجتمع. الابطال الاطفال، لما يجي طفل نفسه يعني اتمنى انه يعني يذكر فارس القطان، عمره 2.5 أو 3 سنين. نعم. في مستشفى الاطفال السرطاني في بريطانيا، مو تبع مستشفي، يسمونه روح المستشفى. حبيبي هو في الكانسر وكذي، فقد الرؤيه النظر يعني حاسه النظر، فالجناح كلهم امهات مع اطفالهم، كان في حزن غريب، سواد وهو مو سواد، لان فروس ما قام يشوف. كان هو يعني يعني بالعربانه يضحك مع هذا ويحذف ويتقشمر ويضحك، يعني تحبين يعني يدخل القلب. أي. فارس بطل، او الجوا بطله، اطفال انفال بطله. يعني لما كنت اروح انا فيني قوه وامشي على حلو، اقول حتى انا واشيل الكبوس يشوفوني، بس ترى على فكره انا كنت استمد القوه منهم. واطفال وايد يعني، ومحمد المطيري وعبد الله وفارس ويوسف المشري، وايد وايد اطفال كويتيين طبعا، غير تميم ومحمد اللي من قطر ودول الخليج. أطفال أقوياء، قوة أسميها قوة جبارة. لما ناخذ وفطوم المتروك، لما ناخذ كيميائي ونطلع ونتمشى ونسولف ونلعب ونركب منار. طفلة طلعت معنا في العيد الوطني، كانت قاعدة تسوي بالعلم، أطفال خافوا منها الطبيعيين اللي كانوا جايين مع أهاليهم، وكانت قاعدة تسوي بالعلم وتغني حق الكويت، وغنينا حق الكويت وطلعنا مرضى السرطان مع الطلبة المغتربين. وسوينا احتفالية عجيبة، وحسينا يعني حتى يوم أنا قلت كلمة توقع انتشرت، أن شوفونا مو بنظرة نكسر الخاطر، نكسر الخاطر شوفونا إحنا أقوياء ونقدر نوقف على حيلنا، وكان إحنا معاكم ما نحتفل، من حقنا نحتفل بديرتنا. أكيد. فأنا ما أشوف نفسي بطلة للأمانة، أنا أشوف نفسي شخص قادر يوقف مقابل طوفان. اقدر اوقف يعني، تعرفين مثل الكويت يقول اللي ياك من الباب يجيك من الريح سده واستريح، انا نوعي لا افتح الباب وخلي الريح وانا واقفه له. انا قده، ممكن اغمض عيني عشان الريح ما يدخل بعيني، بس ارد كذي صار. وتقولي لي مو قويه؟ بالضبط يعني. انا وانا قاعده معاك انا قاعده استمد قوه وطاقه ايجابيه عجيبه. شيء ما احنا مستمرين معاك، وعندي سوالف وايد ابي اسالك عنها. شرفني. لكن مشاهدينا نروح الفاصل قصير وراجعين. كثير كانت هاللحظة مؤثرة بالنسبة لشيماء؟ كنت قاعدة أتخيلها لما شفت ليتات الكويت، الطيارة راحت على جنب شوية فالتفت. على فكرة أنا وايد يعني أحس نفسي غريبة، لما كنت معلمة كل يوم الصبح لما أوقف أنا أروح مبكر، الحمد لله يعني وايد ودقيقة جدا، كل يوم يحيون العلم أبكي، ما أدري ليش تخنقني العبرة. فلما أنا من زمان ما شفت الكويت تألمت، فلما قاعدة طالع الليتات أنا كنت يعني جاية للأمانة مكسورة، بعد شوي راح أقول لك ليش. فمو فرحانة الفرحة كاملة لأن مو مخلصة علاجي، بس لما شفت الليتات حسيت إن أنا طبت وردة مجبورة الخاطر. قاعدة طالع الليتات حسيت إنها كلها بإيدي، فقلت تخيلت نفسي قاعدة أشيلها وأحضنها. صدق يعني لما نزلت كل شيء كان سهل، قلبي كان قاعد يدق بطريقة، أنا كنت حاسة أن أجمل لحظة بحياتي لما طلعت الأولى على الجامعة، وكنت صاعدة على المسرح. لا كانت هذه أحلى لحظة بحياتي، كنت طالعة وأبي أشوف ردة الفعل ويوهم وش كثر أنا غالية، يعني تدرين أنا بشوف منو ياي وشنو يبي يسوون، لأن كنت أنا أم المفاجآت بالعائلة. فبشوف ردة الفعل، قلبي كان قاعد ينبضهم، كنت قاعدة أحس بدقات قلبهم، من أبي أول؟ ما أبي أكسر بأحد، ما أقوم أحضنه أو بس كانت عيون أمي قاعدة تعبر عن كل شيء. وخواتي هم أمهاتي للأمانة، هم يعني كل واحدة لها معزة. أختي الكبيرة هي إنسان، هي منقبة،
بس ما حد يحس بعيونها كثري، هي عيالها بعد قلبي يعني اوكي احسهم فيها، بس ما حد يحس بعيونها كثري، انا كلي غرور اقول وانا اقول هالشيء، كلي ثقه، ما حد يعرف ام صالح كثري ولا يعرف عيونها كثري ولا يعرف يحوش قلب ام علي اختي الثانيه كثري، ادري انا خواتي تازموا، فكنت ابي اشوف عيونهم، ابي اشوف هل هم سعيدين؟ قادرين يتقبلون شيمة بالوجه الجديد بالشخصيه الجديده لان انا تغيرت بالسنه هذه. قلت حق امي امس، قلت لها انا شالوا شيماء حطوا شيماء ثانيه، مو بدون امل او بامل، الغربه غيرتني للامانه والعلاج غيرني، يعني سوى لي شخص جديد. نعم. فالسعاده اللي كنت طالعه فيها كانت مو اسمها سعاده، كنت انبضهم، يعني ما ادري شلون اقول لك، الكويت وهم سبحان الله، يعني جد يعني كانوا يعني ما ادري شلون ليش هم ذكرتهم بالذات اكثر ناس عانوا، ما يعني ما حضروا عروس، ما فرحوا بتفوق عيال، ما كشخوا بعيد، لان كنت انا عيدهم وانا فرحتهم وانا تفوقهم، فكان تفكيري وانا على الويل تشير طالعه شلون هم بيتقبلوني بالوجه الجديد، وشلون شنو سعادتهم، هل سعاده وحزن؟ كانوا حزينين اكثر لانهم يدرون هذا مو الاستقبال اللي احنا كنا ننطره. اي كانوا يبون يفرحون بردتك وانت بكامل صحتك. بالضبط، اي هذا هو اللي كانت يعني عيونهم كانت مكسوره بس قاعدين يبتسمون. اي فهذا كان المؤلم يعني. انا ان شاء الله اقدر اكمل اللقاء معاك بدون ما ابكي. يا حبيبتي. لان كل لحظه او كل كلمه قاعد تقولينها قاعد تاثر فيني شخصيا. شيماء انت يعني من اقوى الشخصيات اللي انا حاليا قابلتهم. شرفني. وصراحه ما ابي ابكي فابي اكمل هذا اللقاء. في خبر حلو ان انت خذيتي لقب اول امراه عربيه تحصل على الاعتماد العالمي من الصحه العالميه للتبرع بالخلايا الجذعيه لاطفال السرطان، كلمينا عن هذا اللقب. هو في بدايه الامر كان موضوع شخصي جدا 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 بسيط. كنت رايحه مقاطعه ثانيه، لازم كنت ماخذه علاج نووي. لازم اغير المكان اللي انا فيه يعني كاجواء وارجع له. فطلعت مع اهلي، رحت مقاطعه ثانيه في بريطانيا. نعم. شفت اعلان تبرع، ما ادري ليش صورته، يعني صورته وخشيته، ليش ما ادري يعني كذي حسيت انه شيء حلو، فكنت ابي اقرا عنه، دخلت لان تدرين اسم العلاج في العزل الصحي وقت طويل ياخذون تليفونات. نعم. واحيانا يعطوني. فلما يعطوني قلت خل اشوف يعني ابحث فيه، فكنت قاعده ادور لقيت شغله يعني وايد يعني حاشت قلبي، انه في تبرع مجاني بمواقع بسيطه جدا، فقلت خل اقلدهم. اول شيء حاورتهم وقلت خل اقلد الموضوع، مع ان انا يعني ابدا لا افقه في يعني في اشياء في الحاسوب ولا مواقع، ما اعرف يعني ذاك الزود. حاولت واتبعت تعليمات، دخلت على قنوات يعني شيء في النت وتعلمت، سويت لي موقع باسمي، كتبت وانا قاعده اكتب ولا هي في بالي ولا لحظه انه ممكن يتحول حق تبرع. نعم. حطيته وكتبت اذا انا ابي احط حق تبرع بالخلايا الجذعيه او اعضاء، فحطيت تحت كتبت اسلامك على اساس انه ندخل يعني انه ما ندخل في اشياء يعني مو حلال لا سمح الله. اكيد. حطيت اسلامك انه صغير وخليته، بعدين فكان يجي الارم انا ما اعرف له. سالت عبد الله ولد اخوي شلون الناس من عليه هو يعرف، فقال لي هذا انه قاعد يزول لك، انه في شيء في قبول يعني في بس ما تكلمت، قلت له انه في موقع وانا مسويته، علمني على الطريقه وخلاص سكرت التليفون ودخلت، ولا في شخص الماني قال لي انا ممكن اتبرع اذا حطيتي اي باي شيء تبينه، تبين اعضاء تبين دم. فرحت كان اقول خلاص الحين لازم اتحرك، مجرد ما اطلع اتحرك يعني. رحت اول مستشفى للاطفال، قابلتني ولية امر قطريه. نعم. قالت لي عن مشكله بنتها ان امها خلاص بيرجعوا ما لقوا متبرع، فقلت لها انا ما ابي اعطيك امل بس ممكن احاول، قالت لي اللي تبينه، احنا في الحاله تعلق باي شخص. صحيح. اي شخص سواء دكتور مو دكتور، اي شخص كلنا يعني. فقالت اللي تبينه، قلت لها بس دزي لي بالواتساب، دزتها بالواتساب، عدلت عليه، قصيته ان اساس انه بس تقرير بروحه. نعم. وارسلته وسويت طقوسي. صليت دعيت دعاء الحمد لله. هي طقوس هذه انا احبها جدا. في شيء اسمه انا تكلمت عنه في بريطانيا المناجات، شلون تسولف فيه مع الله سبحانه وتعالى. سولفت مع الله سبحانه وتعالى بالطريقه العاديه، مو دعاء مقروء ولا مطبوع ولا منقول. يا رب يوفقنا وكذي، ويطابقها 12 من 12.
ما شاء الله. احنا يعني هو في 8 في 9 هو مو 100% شيء هالرقم. اجمل شيء بحياتي كان يوم كنت قاعده اسف الخبر وفتحنا الباب معت هالطفله. فتحنا الباب فيها الحمد لله، بعدها هي طفله ثانيه كويتيه، بعدين طفله سعوديه، فسوينا بالبدايه بنات صدفه يعني. اربع بنات مع بعض تطابقوا، تتفاوت النسب بس تطابقوا. نعم. لقينا متبرعين يعني. نعم. بعدين كان اقول خلاص خل اعتمد، اعتمدت بشغله بسيطه. كان في مدخر مالي بالنسبه لي انا كنت مخليته حق الحج من وظيفتي وكذي، انه في انا عندي مدخول مالي موجود. نعم. فقلت هذا راح يكون صدقه وصدقه تزيد، ما نبي نقول حق ناس تعالوا دعموا وعطوا علشان زيد، خلي يصير بالتبرع. نعم. علشان اجيب شلون تبرع، من وين ناخذ، شنو الفلوس، في وين الماده. نعم. الماده شلون انا اجيب المتبرع بطريقه يعني مريحه جدا. وتواصل مع الاهل. نعم. وشلون انا اقدر اخلي العوائل تتواصل معي بطريقه اسهل. الموقع صعب وتدرين في ناس في اخطاء. صحيح. في ناس ما تعرف خلايا جذعيه، ما تعرف تبرع. صحيح. فشلون سويت؟ من ايميل يرسلونا بالايميل، هذا شيء صعب، ولا فيسبوك، رحنا حق انستغرام، الانستغرام صعب، نروح حق سناب شات. فسويته بالدايركت مسج عن طريق السناب شات بطريقه جدا سهله. نعم. تصورين التقرير وتدزينه. نعم. اي طفل مريض، اي طفل بالعالم، ما نشوف جنسيه ولا ديانه. نعم. اي طفل بالعالم محتاج اي نوع من انواع التبرع احنا موجودين. بالدرجه الاولى اطفال سرطان الدم لوكيميا. نعم. بعدين اعضاء، بنت صومالية هي الخامسة كانت تبي قرنية عين، عمرها 21 سنة. احنا الحين انا يعني ما ابي اشتت تفكيري بس ما قدرت اردها. وعلى فكرة هي البنت صح صومالية لكن مو من العوائل اللي ما عندها او يعني فقراء او شيء، لا الناس عاديين، والبنت جامعية فقدت عينها بحادث. فقالت انا ودي، كانت تتكلم بين اللغة العربية والانجليش، ان انا ودي وانا فقدت عيني. فحطيتها واسندت حق، انا يعني مع الاسف الشديد ان ولا شخص مسلم او عربي كلمني، كنت اتمنى ان احد يكلمني ان التبرع اسم الله عليك بعد الموت. نعم. في جزئيه انا اقولها دائما بالعاميه، ما نبي ندخل باشياء ثانيه، نندفن، كل الناس كلنا ميتين، نندفن ياكل الاعضاء الدود ولا ينبض بجسم شخص ثاني ويتصدق لك 24 ساعه طول ما هو عايش. نعم. اوكي. الام ممكن تتالم من يشرحون بنتها او ولدها. الزوج، الزوجه، اي شخص سوى، فالبنت ما ترضى ابوها يتشرح او امها. لكن يا اعزائي لو فكرنا بطريقه ثانيه، انه هو الدود بياكله بيطلع مره ثانيه؟ فهمتي قصدي؟ فيروح صدقه جاريه لان شخص مقابل 12 عضو. نعم. سواء قرنيه او كليتين او كبد او روحي. نعم. فبالضبط. فقلت اتمنى ان يكون شخص يكون كاتب اسمه يعني، وشخص ثاني اجنبي كان حايش اسم العيش مرض في العين، ممكن ينتقل حق العين الثانيه 99% وراح يفقدها. فقال انا عيني رايحه يعني جاي لها المرض تو بادي. ايه؟ فاعطي عيني لان بنعمي وبتنقط. ايه؟ بعطيها عيني واعطاها العين وزرعت القرنيه. والبنت يعني لو يسمحون عادي انا عندي صورها، شحلاتها صارت وانزرعت القرنيه وصار شيء يعني. فكانت هي الخامسه مو طفله ولا لها علاقه في مرض السرطان. توسع الموضوع من خلايا جذعيه لاعضاء وناس تتبرع، ومن 5 حالات 20,000 اليوم وصلنا 41,000 حالة. نعم. وكسور الحمد لله، يعني أكيد الحين زاد لأن فترة اللي جيت فيها من 3 أيام من جيت الكويت ما شفت، أن تدرين زحمة والعائلة تسلم. لكن أنا واثقة أنه هو زاد العدد بمساعدة إعلاميين 2 فاضلين أحطهم على رأسي من فوق، صمود الكندري المرتبة الأولى، علي النجم، والشخص يعني أنه بالسوشيال ميديا المفروض يقولون أنه ما هنادي برحمه. نعم. اقدم لهم كل الشكر على الدعم الجميل، ما انطروا مني ماده ولا فكروا ان ياخذوا مني فلوس حق اعلان، او مع ان انا كنت راضيه بكل اللي يبونه بس يعلنون. ليش؟ لان لما دانا يتابعونك شخصيات وايد اطفال، واحد يقول حق الثاني بالدواوين تنقال، بالزوارات، بالتجمعات الدراسيه، ترى احنا ما نبي شيء، قولوا ان في موقع يجيب متبرع. لا طلبنا
فلس ولا طلبنا شهرة، احنا ما نبي ولا شيء. نعم. نبي الطفل يعيش، هذا من حقه. اكيد ممكن أكيد. يصير احسن مني ومنك ومن كل الدنيا، ممكن يكبر يصير شخصية. صح صح، يقتدى فيه. يمكن الحادث هذا اللي صار للمرض يخليه يكون دكتور، ممكن انه يعني يكتشف علاج. كثير عدل من الامور. صحيح بالضبط. فاحنا يعني كان كذي الموضوع بسيط، بعدين شاركت فيه لما شفته كبر الامانه، وصل حق انا ما قدرت يوصل حق الألف. استانست من فرحتي، شفته يعني بس طفل من فرحان شيء كان احساسي. فعلى طول راسلتهم لما صار واحد تقريبا 51 او 52 حاله. نعم. فراسلت منظمه الصحه العالميه. نعم. اللي بامريكا، هو لازم اول شيء جنيف لان هي الاصغر. صحيح. انا رحت على طول على المسيع يعني. فردوا لي، احترموني وردوا علي. وفرحت انهم بس ردوا علي، قالوا لي انت اوكي. انا ما ادري في مشاركه او مركز اول ولا ادري عن شيء يعني، بس كنت ابي يعتمد. فقالوا اول شيء تكلمين جنيف، اعتمدتها جنيف، بس من اللي رد لي الخبر؟ الولايات المتحده الامريكيه. نعم. يعني هم مثل اللي قدروني، فردوا لي التقدير. راسلت الديره، ما حد رد علي. اعتمد. اتفاجئ بقناه دبي اخرى كانت حابه ان هي تتبنى هذا المشروع. إيه، قناه دبي الفضائيه اللي نشرتني. تكلمت عني. فهني عاد ولا امل ولا انا اقدر ولا ايجابيه، انعصر القلب. الكويت وين؟ لان هو بالمرض، اثناء المرض وانا قاعده اعالج، كنت اطلع اروح حق المغتربين الطلبه، ما لنا علاقه بالمرض الحين، احنا نخلي شويه السرطان على جنب. كنت اطلع اروح حق طلبتنا المغتربين. نعم. نسالف معاهم عيالنا. محتاج ام اختي كبيره يسولف معاها، كنت اقعد ونقول انا اقدر ونكتب ونسولف، وكنت اسوي ندوات في مقاطعات مع الجامعات. منو كان ينظمها؟ الطلبه. انا عيال اخواني يدرسون برا، بس مو هم المنظمين للامانه، الشباب المسؤولين هم، بس كانوا هم يعني تواصل معهم. بالضبط. نعم. فكنا نتكلم يعني ان نتكلم عن الغربه وكذي. انزين احنا قاعدين ننجز واحنا كويتيين وبروحنا، ليش تخلون الدول الثانيه مقله بالخليج على راسي من فوق واللي سووه ما حد سواه للامانه. نعم. انزين انا ليش ذكرت هالنقطه يا مالت المغتربين؟ لان انا كنت حاطه علم الكويت على يمناي، لو تشوفين كل الفيديوهات انا حاطه ماسكه العلم. صحيح. بالمستشفى موجود. انزين لما انا احط العلم وارزه، انا ابي ديرتي ترزني. اكيد. ما ابي منها شيء، بس طلعونا ترى احنا فينا شيء، فينا شد، احنا قاعدين نشيلكم. احنا عصاكم اللي ما تعصاكم، بس اعطونا مجال، التفتوا لنا. انتم قاعدين تلتفتون مع احترامي الشديد حق كل الناس، قاعدين تلتفتون حق طرح ما له اي معنى ولا أي قيمه ابدا. قاعدين تدعمونهم ملايين عشان يطلعون بدعايه حق منتج. حق سلعه. السلعه هذه تجمل وجه البنت. صح؟ صحيح. تعدل هندامه كولد. انزين وبعدين؟ هل ضافت حق عقله شيء؟ صحيح. احنا كل اللي نطمح له لما ينجح ولدي ويتفوق اشتري له شيء غالي وخلاص، ولا اشتري حق بنتي جنطه ولا؟ صح؟ صحيح. خليني انا ما قلت لك نحرمهم، بس نعلمهم، خلينا نعلمهم على شيء. علموهم ان مجموعه الابطال اللي قاعدين يسوون مو بس شيء، ما وايد ناس قاعدين يسوون شيء نحط له بصمه بالكويت. ليش احنا نذكر الكويتيه او الكويتي بشيء يفشلنا؟ ليش؟ ترى احنا يعني احنا نقدر، يعني درسنا وتفوقنا ورفعنا راسك يا الديره. صح. التفتي علينا بطريقه يعني اعطونا، انا ما قلت اعطونا كل الجوانب، اعطونا زاويه. نعم. اذا احنا ما اعطونا زاويه ظلمه. نعم. انا راضيه. لا والله ما لا احنا لا نورها. انتي وامثالك اللي قاعدين تقدمون باسم الكويت، وان كان في تغيب من المسؤولين عنكم. بالضبط. والاضواء ممكن ان هي تكون اهملتكم، الا ان احنا هني في مسائي دائما ما نسلط الضوء على هؤلاء الاشخاص اللي هم فعلا نعتبرهم قدوه وابطال لهذا الوطن. انت قدمتوا وايد يعني. صح. بشكل شخصي شيما، المشروع اللي قدمتي ما في منه، لم يقدم من قبل. وبعدين احنا احنا نشوف امراه كويتيه عربيه قاعده تقدم هذا المشروع، هذا فخر بالنسبه لنا اكيد. بالضبط. لكن ايضا في شيء يعور. في شيء يعور. الكسره انا استخدمتها ببناء، مو ما ردت علي الكويت. وما تكلمت عني، وتكلمت عني الامارات، وتكلمت عني قطر والبحرين ومصر. مصر بعيده ترى. نعم. لما اذاعه المصريه تكلمني والفضائيه المصريه تكلمني، ترى مصر مو صغيره. أكيد. وملايين. وتحاكيني شرف لي، وحطيت على راسي، فرحت فرح.
طبعا انا الحين ما تكلمتك عن CNN ويعني ما تحكيت عن القنوات يعني الاجنبيه ما ابي اتكلم عنها لان بدعوا ابداع جميل وتكريم ودروع وشيء يعني سووا مني شخص ف يعني ما ادري شنو بطله قيمه شيء يعني قيم جدا. انت فعلا بطله وهذه قلتها لك من اول اللقاء لكن شيء ما في شيء جبرني جبرت نفسي بهالشغله سويت حق الاطفال مشروع اكيد اكيد المشروع هذا اللي انت قدمتيه الثاني جدا جميل اكيد المشروع الثاني احنا بنتكلم اذا سعانا الوقت ان احنا نتكلم عن المشروع الاول لكن انا ابي اذكر نقطه جدا مهمه وهو ان على كل اللي قدمتيه واللي سويتيه واللي طلعتيه باسم الكويت جازاني هذا الجزء اللي فعلا يضايق وفعلا يعور ان هم وقفوا العلاج كلمينا عن هذا الموضوع بالضبط. نفس ما قلت لك هي الكسره كانت ان لما انكسرتها سويت مشروع قبعات الشعر المستعار للاطفال واخذ المركز الاول في مراكز الدعم النفسي بالعالم وهم عالمي نعم اذا ثاني مشروع عالمي ومنز يعني مركز اول بجداره نعم ما في مكرر بعده بايام يالي خبر انه راح يتوقف علاج شوتر الدين خذت الموضوع انه الان مو مصدقه كان في شخص جدا خلوق اوجه له كل التحيه على راسي من فوق استاذ فهد الشمري هو موظف في العلاج بالخارج بالكويت كان يتواصل دائما معي ومع اهلي ويسهل الاوراق بطريقه انه كان وايد متعاون انسان خلوق وما تربطني فيه اي صله قرابه بس شخص محترم وشاف ان الانسانه تعبانه ومحتاجه الكويت ما قصرت للامانه مكتب صحي ومستشفى مكي جمعه دكاتره طاقم كامل ما حد قصر ليش؟ لان قالوا علاجك مو عندنا تروحين بالخارج بالضبط وسووا اوراق بدون اي تدخل من اي عائله او اي شخص مسؤول يعني اقول لك جاب الكويت بدون واسطه خلصوا اوراقي باسبوع يعني ما حد تدخل فلما رحت انا ما رايحه بواسطه والمرض موجود انا لما شخص مريض يوصل لندن تاريخ 7 تاريخ 9 العمليه يعني احنا واصلين مراحل صعبه صحيح اول عمليه بدا ينتشر ما كانت غلط كانت صح بس بدا ينتشر لانه شرس ونوعه نادر انزين والعلاج مو متوفر بالكويت وراح يشيلون جزء كبير من الجسم لما يشيلون جزء كبير من الجسم غير اعضاء واشياء خارجيه الترميم مو موجود بالكويت ابدا انزين حطوا بداله لما يشيلون يحطون اجهزه عشان تشتغل يعني طبيعي ينشال العضو صحيح أوكي. صحيح لما العضو ينشال بيحطون بداله الاجهزه مدتها 6 أشهر خلصت لازم يردون يعيدون فأنا كان عندي موعد عملية مقرر في شهر 5 حاشتني اسم العلاج جلطة في الرئة بسبب العلاج الكيميائي لازم يتوقف كل شيء لأن الجلطة مو زين يعني وقفوا العلاج الكيميائي وقفوا العملية وقاعدة أنا أتلقى علاج للجلطة وأنا قاعدة أتلقى علاج للجلطة قالوا ترجع الكويت طيب ليش هي بعد 6 أشهر لا يقدرون يسوي لها عملية ليش نقعدها 6 أشهر زين وما انت حامله لهذا المرض شلون يعني تردين الكويت؟ لا اي اشياء ثانيه الصدمه اي اشياء ثانيه الحين السرطان هو اللي خلاني اخذ كيماوي صحيح العلاج الكيماوي هو اللي خلاني يصير فيني جلطه بالرئه هو مو شيء مترتب على شيء؟ نعم هل انا جيت فيني هالامور من كيفي؟ لا المسمى انك جيتي حق سرطان احنا ما لنا شغل بالباجي 1000 دكتور في الكويت يشوف جلطه الرئه طيب لما البروفيسور يكتب وتقارير تثبت ذلك نعم. شيء ما ممنوع تركب الطياره لان خطر على حياتها شلون تردين شلون تركب الطياره من الحدث كان يقولون هذا الكلام غير مسند على قاعده طبيه هذا مع الاسف الشديد انا اسفه منك ومن مشاهدينا قالوا المسؤول قال لي شخصيا فيس تو فيس هذا حكي دواوين وحكي حريم دكتور من مستشفى بريطاني وين حكي دواوين؟ ما يعرف الدواوين اصلا. شكرا هذا ردي قلت انا ما هقيت ان بروفيسور يقعد بحكي دواوين حكي حريم كان طلبت سكند اوبينيون عفوا كان طلبت راي اخر. نعم. كان يقول لا خلاص انت عندك لاخر 5 خلصي وروحي. كان اقول هذا اخر كلام؟ اي كان اقول له بيض الله وجهك ويعطيك العافيه الرجل المناسب في المكان المناسب. اخذت اوراقي وطلعت كلمت الاهل قالوا ما ترجعين ندفع. ودفعنا على حسابي لما سمحت حالتي اني انا ارجع تميت انا قاعده اراجع على حسابي الدكاتره البروفيسورات دكتور لما رحت له قال لي انا لو بايدي امسكتش يجوز كان مسكتش او لميتش لان انت بطله وقاعده توقفين ودرى طبعا يدرون ان انا قاعده اسوي هالاشياء لان انا ساعتها ناس اجانب مرضى عندهم
فقال انا سويت كل المعقول واللا معقول انك تقعدين. رحت حق كل الطرق اللي تتخيلينها وما تتخيلينها طبيا ونفسيا، ما حد راضي، انا ما ابيك تروحين. وتميت اراجع معاهم، قاموا يتنازلون، الحمد لله الحمد لله، يعني انا بنت خير واقدر يعني، ودفعت وكل شيء. لكن من كثر ما ان هم متضايقين تنازلوا عن حقهم الشخصي، وكانوا ياخذون بس حق المستشفى. يعني إن لان يدرون ان التكاليف باهظه يعني. وكان لما ادخل المراجعه ما ياخذ عليها، ياخذ على يعني العياده، يعني فلوس العياده وفلوس المستشفى فقط. رجعت مع علاج الكيميائي، اعطوني اياه بالجنطه. قالوا لي اذا بالكويت بيعطونك، اعطوني ادويتي انا اخذ جرعتين، جرعه الصبح وجرعه بالليل. الاكسجين اعطوني اياه 24 ساعه، اشيله ساعه حزه صلاه او يعني اذا برتاح منه. ردوني يعني شلون اقول لك، عنايه مركزه متحركه. شلون يعني العنايه المركزه؟ عشان يساعدونك. بالضبط. وكانوا حزينين جدا، وعلى فكره ترى موعدي مع الدكتور 16/8، وكان حزين لو شايفه حزنه ان انا بروح. قلت له انا ما اقدر، لازم ارتب اموري، في امور وايد لازم اسويها مجبوره. فقال لي اوكي تروحين، بس لا تفكرين تقولين انا بروح سفره ثانيه. يعني قصدي اذا مثلا انا كنت ناويه عمره. فقال لي لا تفكرين، بغض النظر عن مناعه وما مناعه، لا ما يبي طياره ثانيه. قعدي 14 يوم وترجعيني حدك. يعني من بريطانيا، من لندن للكويت، الكويت لندن. زين، هل راح يستمر العلاج ولا لحد الان خلاص توقف نهائيا تكاليف العلاج؟ واقفه تكاليف العلاج، واقفه نهائيا. وقفت اي، صار لي شهرين انا قاعده على حسابي. من علاج، ادويه، اجهزه، اكسجين، كل شيء يخطر على بالك. طبعا هو الكل يدري انه غالي وايد. صحيح. هذا هل يعني مو عني انا، وايد اطفال رجعت، احنا مؤمنين وندري ان هذا يومهم. اوكي، لكن احنا وصلنا مراحل من الالم ان في شخص اسمه وليد المطيري مسجون في مستشفى في بريطانيا. مسجون شنو يعني مسجون؟ مسوي جريمه؟ لا، جريمته انه مريض ومعاق. الحكومه وقفت علاجه، ما دفعت له الحكومه، يعني ان المكتب الصحي اللي هناك. نعم. فلما ما دفعت المستشفى احتجزه، سجنه احتجاز في يعني مسجون في شرطي عند باب الغرفه. معاق ومريض ما يطلع من المستشفى لانه ما دفعت التكاليف. تقول له احنا شو ضامننا تطلع؟ لان هذا حقهم. صح؟ أكيد. هذا حقهم. اكيد. انزل ولد كويتي ليش؟ يعني انا تكلمت عنه، انا اعتبره اخوي على فكره، انا ما شفته شخصيا. هذا غير عن الاطفال الالاف. حطي تحتها مليون خط بالاحمر. اللي رجعت بتوابيت ورجعت عقب اسبوع ماتت يومها، احنا مؤمنين ندري يومها. لكن يتوفى وهم قاعدين يبطلون ويبطلون بالرقبه، وطفل عمره واشياء وقدام الام، ويقول انت ايش حقك يعني شيء بامور، ولا توفى بسلام وهدوء. ترى من حقنا يعني، لا احنا الحين قاعدين يعني كافي عليه هذه المعاناه. شكراً. اللي مر فيها. بالضبط، كافي عليه، كافي. والام والابو شنو يعانون فعلا؟ يعني انا بالمطار بكيت لما شفت اهلي، صح، لكن لما شفت ام نجاة توفت طفله من فتره، ردوها بحضن امها، مو بسرير طبي، بغيبوبه، عيونها ملزقه، 7 سنين يا عمري، يعني مره تنشال بحضن. لما صورتها والدتها بسناب دزت لي، قالت لي شيء ما اشوفه برايفت، يعني تقولي لي شنو احساسك. فردت امور 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 وايد، مع الاسف ما توفقت اني القى متبرع ولا لها ولا حق فارس. الله يحفظ فارس ورده ان شاء الله بالسلامه اللي تكلمت عنها من شوي. وتوفت. الله يرحمها. الله يرحمها، يا ان شاء الله طيب الجنه تشفى حق اهلها. فاحنا قاعدين نتكلم عن امر خليني انا راضيه، ما يخالف، بس ترى الاطفال ما لهم ذنب. ما لهم ذنب. فلما احنا نرد بالعائد يا شيماء انت كذي انجازك، انا مو عن شخصيا انا، ما تشوف الناس كلها قالت شيماء ترد. اللي سوت ردوا، اي ردوا شيماء، يعني خلي الكويت كلها تدري ان ردوني، يعور الموضوع جدا. يعني هل هذه مكافأة؟ شكرا على المكافأة الجميلة. وعلى فكرة ترى أنا حاولت، أكيد هو السؤال جاي بس أنا جاوبك قبل لا تسأليني، حاولت تواصلين مع مسؤولين. إي نعم. أنا وصلت رقم، ما حد رد لك خبر وما حد تواصل معاك بالمقابل؟ ردوا علي. في شخص أنا ما أدري ما قالوا، هو الوزير، وزير الصحة شخصيا كان قاعد يتراسل معي. أكن كل الاحترام، لكن انا ما ادري هو، انا ما ادري هو رقمه او لا الامانه، لان ورا التليفون انا ما ادري هل هو او سكرتير او شخص ينوب عنه او مو هو. إيه؟ انا ما ادري. فالموضوع اللي صار كان قاعد يرد علي، مع الاسف يردون على الدكتور من المكتب. هذه اللي جدا جرح، وانا ما ادعي على احد ولا ادعي لليوم، ان انا اخاف على كل الناس عندهم عيال،
لكن اللي صار لا يجوز ان هم يقولون كلام خطأ. قالوا ان الدكتور مال مرض الدم يقول انا مو شايف ان شيماء قاعده تنزف او تعبانه. لا، شيماء كانت قاعده تنزف وتعبانه وانتم ما رضيتوا تحولوها على دكتور ثاني، قلتوا هي حق سرطان، ليش نحولها على دكتور دم؟ ما النزيف مترتب من صحيح، اوكي كل شيء متصل. هل انا افتعلتها بنفسي او انا شاريه شيء دم حشاكم يعني وحطيتها، يعني مثلا قاعده اقول لكم هذا دمي، لما انا نزفت وكنت اكح دم كنت بالمستشفى وقدام الدكاتره والنيرسات عندي وكنت بالعنايه المركزه، يعني انا وين قاعد يطلع الدم؟ لما الدكتور انت ما خفت من الله مسلم برمضان تكتب ان الكلام هذا مو صحيح، خل ترجع ودمها زين. هذا شيء ما لمن يغيب الضمير. شكراً. عند هذه النوعية من الناس. أنا صراحة كان بودي إنه يكون وقتنا أكثر علشان نسولف أكثر حول هذا الموضوع. فعلًا الأطفال ما لهم ذنب إنه هو يتوقف علاجهم بسبب إنه والله تكاليف العلاج طولت ولا العلاج طول. شو ذنب هذه الطفلة إن هي ترد وتموت بحضان أهلها؟ عندما يغيب الضمير ما نقدر بالضبط نقول أي شيء، ضميره ميت. هذه يعني ابتلاء من رب العالمين إن أنت ضميرك مات. شكرا لك شيماء العيدي على تواجدك معنا اليوم، كلامك كان جميل، كمية عمري الطاقة، كمية الإيجابية في ابتسامتك الجميلة، عسى ربي يدومها إن شاء الله وشافي كل مرضى المسلمين. كلمة أخيرة حابة توجهينها. والله أول شيء أبي أشكركم شكر خاص، لأن هذه ثاني مرة عن طريق مسائي، أول مرة بسكايب طلعت، حتى يوم مرة شرف لي. احنا اللي شرفنا والله جد، يعني وايد فرحت، ويعني انا هذا اعتبره اجمل تكريم. الرساله بوجهها يا جماعه، اتمنى من كل الناس المشهوره سواء في السوشيال ميديا او بالاعلام او ماخذين مناصب، التفتوا حق المنظمه اللي انا مسويتها، الموقع اللي انا مسويته. ما عليك الا اي شخص تعرفه، مو شرط بالعائله، عسى الله يشافي جميع الاطفال المسلمين من اي دوله بالعالم. تعرفون شخص مريض، ما عليكم الا ان تدزون عن طريق سناب شات دايركت او انستغرام دايركت، واتوقع ان هذا حطينا الاكونت الحين. نعم، هذا وايد سهل، يعني انا اخترته واتراسل معه ومجانا. والشعر المستعار، قبعات مضاف لها شعر مستعار لفئه البنات مجانا. والموضوعين حلال. ان شاء الله اذا بتدخلون بشيء طبي، انا بديني الطبي ديني الحمد لله، يعني هذا الشيء يعني يرقدون ويامنون. ان هذا شيء حلال، فرسالتي لهم نشروا الموضوع قد ما تقدرون، لكم الأجر، لأن هذا طفل ممكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال اسعى يا عبدي وأنا اسعى معك. أكيد. اسعوا ونشروا لكم الأجر وللكل، يعني نعم. هذا رسالتي الوحيدة، أنا ما يتحق شيء شخصي حق نفسي، للأمانة احنا نقدر نوصل، واقول لكم كلكم قولوا انا اقدر. اكيد احنا نقدر، ومعاك بنقدر ان شاء الله ان احنا إن نستمر في هذه الحياه، وان احنا نواجه الصعاب بهذه الابتسامه الجميله مثل ما قلت لك. الواحد ممكن هو يستمد الطاقه الايجابيه. شكرا لك شيماء العيدي على تواجدك معنا اليوم. حياكم الله حبيبتي. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم، لكن من بعد هذا الفاصل.